سيد المرسلين. اولا اشكر القناة المتميزة ناظور سيتي التي تتفانى في اداء الواجب الاعلامي في هذه الظروف العصيبة. وكما هو معلوم وفي كل كما هو الحال في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا من جراء تفشي وباء كورونا، وفي خضم الاحترازات المتخذة للحد من تداعيات كوفيد-19 بالنسبة للمحاكم ووضعية المعتقلين بالسجن، وبناء على دورية السيد الرئيس المنتدب للمجلس على السلطة القضائية والمتعلقة باتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية في مختلف المحاكم، والتي أكدت على انخراط المجموعة التي على انخراط فعالية العدالة بهذه المحكمة بكل تفاني في أداء الواجب، ومنها تجهيز الملفات خلال هذه المرحلة، وإن كانت الجلسات لازالت أو تم تعليقها إلى إشعار آخر، فإن العمل يسير بكل تفان وبكل مجهود من طرف السادة القضاة والسادة الموظفون لما بعد هذه المرحلة التي سنكون قد ربحنا مجموعة من الإجراءات ومجموعة من الوقت التي ضاع خلال هذه المرحلة، وذلك على صعيد تصفية الملفات وكذلك حتى يستفيد المتقاضي من هذه الإجراءات التي تم اتخاذها. وكما نعلم فإن مسألة إحضار المعتقلين من السجن قد كانت له بعض التبعات السلبية نظرا لتفشي هذا الوباء داخل بعض المؤسسات، وبناء على ذلك تم إجراء أو تنفيذ تعليمات السيد الرئيس المنتدب والسيد رئيس النيابة العامة بخصوص المحاكمة عن بعد. وكما رأيتم من خلال هذه أو الجلسة التي حضرناها أن الإجراءات والتواصل مع السجين قد كان بشكل إيجابي وبشكل مريح، وأغلب المعتقلون لا يعارضون في هذه المحاكمة عن بعد، وكذلك الدفاع فإنهم يوافقون على هذه المحاكمة بعد أن وافق المعتقلون على المحاكمة عن بعد. وكذلك فحفاظا على صحة المعتقلين تم التواصل معهم كأنهم يوجدون في القاعة، وأن الحمد لله وفي ظل هذه الظروف الطارئة فإن حضوره إلى المحكمة أو التواصل معه أمام السجن وهو بالسجن فإن الأمر سيان، وكما هو معلوم أن حقوقه محفوظة أو حق المعتقل لا يمكن أن يلحقه أي خرق في هذا الصدد. على كل نتمنى أن نجتاز هذه المرحلة العصيبة، ونشكر القناة ناظور سيتي على التجاوب الدائم مع فعالية العدالة ومع المحكمة، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في إطار الحملة
الوطنية لمحاربة تفشي فيروس كوفيد 19 انخرطت النيابة العامة بكل مكوناتها وعلى رأسها السيد رئيس النيابة العامة في هذه الحملة من جميع الجوانب، الجانب الأمني والسلامة الصحية. فمن ناحية من حيث الجانب الأمني فرضت النيابة العامة احترام قانون حالات الطوارئ، وقد ضبط العديد من الأشخاص الذين لم يحترموا قانون الطوارئ، ضبطوا وأحيلوا على النيابة العامة التي اتخذت في حقهم ما هو مناسب لهم. ومن جهة ثانية، والنيابة العامة حرصت حرصا شديدا على سلامة السجناء وغيرهم نظرا لما حدث في بعض السجون المغربية من انتشار الوباء. عملت النيابة العامة وعلى رأسها السيد رئيس النيابة العامة على الحفاظ على صحة وسلامة السجناء وغيرهم، ولهذا فلا بد من اختيار بديل لعدم إحضار السجناء من السجن، وهذا البديل هو المحاكمة عن بعد. وكما رأيت وكما شاهدت أنت بأن المحاكمة انطلقت منذ أول أمس يوم الاثنين، انطلقت المحاكمة عن بعد، وقد وافق الكثير منهم على أن تجري المحاكمة بهذه الطريقة. ونتمنى إن شاء الله وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكف عنا بأس هذا الوباء وأن تعود الأمور إلى نصابها من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.